هذا السباق اللي مشارك فيه المغرب كوطن ما فهو ترجمة مباشرة للعناية المولوية والدبلوماسية الخارجية اللي تقوم بها صاحب الجلالة باش يمكن يجيب يعني أحداث ذات أبعاد دولية. أنا أيضا غادي نذكر إخواننا اللي ما كيصادف 24 كيصادف واحد اليوم اللي صادفت عليه اليونسكو في 2019 وهو الاحتفال بال يعني بال بلاكولتور افريكان يعني العالم الاحتفال بالثقافة الإفريقية وما للثقافة الإفريقية من دلالات كبيرة. اليوم مدينة الرباط حسن الحظ هناك واحد عدد من الأنشطة متعددة اللي مشاركة فيها مؤسسة محمد السادس للعمل الاجتماعي والتربية والتكوين وأيضا واحد عدد ديال لي فونداسيون المؤسسات والجمعيات لإبراز أهمية الثقافة المغربية في هذا الثقافة يعني في المستوى ديالها ولا التواجد ديالها الأهمية ديالها والغنى ديالها في الثقافة الإفريقية. أنا غادي نربطها الثقافة الأمازيغية وأيضا احتضان تظاهرات كبيرة وطنية لا من ناحية احتضان الوطن الحبيب ديال اللي كان التظاهرات ديال كأس أفريقيا في 2025 وأيضا احتضان إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني كأس العالم لسنة 2030. أنا بغيت نذكر أيضا أنه إحنا مطالبين بتسويق الثقافة الأمازيغية مطالبين بالتسويق ايضا واعطاء واحد الايدنتيتي واحد الهويه ان شاء الله اذا يعني شاء القدر ان تنظم ولا ان تستضيف مدينه اكادير احدى المقابلات ان يكون يعني اعطوا واحد الهويه واحد التسويق الهويه الامازيغيه لانك مشفنا جميعا الحمد لله يعني في اطار يعني الاحتفال بالسنه الامازيغيه الجهودي لاكادير اللي تسوق على يعني يعني على واحد المستوى مهم. نذكر ايضا ان اليوم عندنا فاش كنصدفوا التظاهره الرياضيه اللي بدا اننا ناخذوها كقاطره اللي لا ترفع من المستوى ديال الرياضه داخل الوطن كشموليا عموما وايضا داخل المدينه. لما بغينا تكون عندنا واحد الثقافه كرويه خصوصا في المستوى ونشدوا ايادي الانديه اللي كتعرف واحد العدد ديال 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 دي المستويات سواء المستويات الشرفيه وايضا المستويات ديال الهواة فهذا غادي يعطينا واحد الثقافه رياضيه كرويه كما شفنا واحد العدد ديال الدول اللي كتحضر التظاهرات الكبيره. وفي الاخير ايضا بغيت نذكر بانه الجميل ولا المبدع من تنظيم من استضافه التظاهرات الكبيره هو الواقع المباشر على المستوى الاقتصادي لامباكت ايكونوميك مهم جدا اللي غادي يعطي واحد الدفعه يعطي واحد 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 الانتعاش للسلسله الاقتصاديه كلها. اذا كنتمنى الله اننا ان كما قال تفضلوا الاخوان قالوا بان هذا اليوم يعني نضع على الوثيقه هو عنده واحد يعني واحد هو شكلي في حد ذاته ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم اذا تمكنا بحول الله اننا ننالوا الحظ كيلعب دور كبير ننالوا بتنظيم احدى المقابلات فهذا غادي يكون ان شاء الله عنده واحد الواقع ايجابي على العديد من المنظمات. ما تنساوش في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.